أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن سوق البحرين الاستثماري سيكون أكبر مشاريع السوق المالية في العام الجاري. وأكد الشيخ خليفة للنشرة الاقتصادية أن سوق البحرين الاستثماري يمثل واحدا من المبادرات المهمة لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات في إطار جهودها لتطوير قطاع رأس المال، وأيضا لدعم جهود الدولة في مساندة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة. وقد أوضح الشيخ خليفة بأن البورصة تسعى لجعل سوق البحرين الاستثماري وسيلة للشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها، بما يساهم في تنويع مصادر التمويل أمام الشركات المدرجة في هذا السوق بكلفة منخفضة ورمزية. أتوقع المشروع الأكبر بيكون سوق البحرين الاستثماري، واللي هو بيكون موجه للشركات اللي تتطلع للنمو. والسوق هذا هو ناتج عن جهود ليست فقط البورصة، يعني في مصرف البحرين المركزي وجهود أطراف أخرى في تكوين هذا السوق. والسوق يعني ليس مجرد قوانين فقط، لكن خدمات متكاملة قبل الطرح وبعد الطرح. والأمور الأخرى يعني أو المشاريع الأخرى في 2017 راح تتمركز حول توسيع الفرص الاستثمارية في بورصة البحرين. وفي خبر محلي آخر مشاهدينا، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أسامة العريض أن البحرين أصبحت اليوم معلما بارزا على الصعيد الدولي كحاضنة للنموذج البحريني لريادة الأعمال. جاء ذلك لدى رعايته حفلة تخريج الفوج السابع من معلمي مدارس التربية والتعليم للمسار الفني والمهني، الذين شاركوا في الدورة التدريبية تحت برنامج تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب، والذي نظم من قبل المركز العربي الدولي لريادة الأعمال التابع لمنظمة اليونيدو. كما أكد العريض مشاهدينا أن برنامج التدريب التي تقوم بها اليونيدو بالتعاون مع وزارة الصناعة تمثل خطوة من خطوات متواصلة تشكل في نهايتها قصص نجاح مضيئة للعديد من الكوادر الطامحة لتحقيق المزيد من المنجزات. هذا وينبثق تنوع برنامج ريادة الأعمال والعلوم المصاحبة لها مشاهدينا من توجهات الحكومة لتعزيز الموارد البشرية والاستثمار في الطاقات الواعدة من الكوادر من جميع التخصصات لدخول قطاع الأعمال بكل ثقة. وينبثق المنهج الجديد من مكونات علم ريادة الأعمال، وقد جاء تطبيقه ليتوافق طبعا مع سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير التعليم من خلال برامج دراسية جديدة ليتزامن مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تضع التعليم في صدارة اهتماماتها. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.